دشن قائد محور علب قائد اللواء 63 مشاة لواء ياسر مجلي اليوم الدورة الثالثة في مهارات قتالية في مركز خالد بن الوليد التدريبي للوحدات العسكرية في المحور. وقال اللواء مجلي إن هذا التدريب والتأهيل يأتي ضمن استعداد قوات المحور لمرحلة الحسم القادمة، وأشار إلى أن الحسم لن يأتي إلا ببناء جيش وطني قوي ينتمي للوطن وبعيدا عن الولاءات الضيقة، بما يعيد الاعتبار للمؤسسة العسكرية ويجسد وحدتها وتماسكها. وأكد العميد أديب الشهاب أركان حرب المحور قائد اللواء 9 على أهمية التدريب والتأهيل والإلمام بالعلوم العسكرية والقتالية في مواجهة العدو الحوثي. حضر حفل التدشين العميد أديب الشهاب أركان حرب محور علب قائد اللواء 9 مشاة وعدد من القادة العسكريين. نشكركم على هذا الانضباط، ونشكر الأخ مدير المدرسة التدريبي اللي ما نلاحظه من انضباط وافتتاح الدورات التدريبية والتي هي الأهم، والتي تعتبر هي عمود المعركة. قطرة عرق في الميدان توفر قطرة دم في المعركة، والتدريب على الثبات وعلى استخدام الأسلحة وعلى الدورات القتالية، وهذا هو الأساس النجاح الجيش النظامي. وفي هذا الأثناء نهنئ الأخ اللواء الرقم فيصل رجب بمناسبة خروجه من العزف في بنية الميليشيات الحوثية. اللواء فيصل رجب يعتبر من الهامات الوطنية والتي قامت بأدوار كبيرة أثناء الحروب التي مرت في محافظة صعدة وغيرها، وقد قام العدو في هذه الفترة بممارسة السياسة أثناء حتى في الإفراج عنه، فقاموا بالمقايضة أو كأن لا يوجد لديهم مطالبة، مع أن الأمم المتحدة تعلم بالمطالب وأن لديه إفراج سابق، لكن الميليشيات حاولت تسييس هذا حتى تسييس الإفراج. فنقول له الحمد لله على السلامة، ونهنئ أخواننا في محافظة أبين على خروج هذه الهامة الوطنية الكبيرة، ونهنئ الشعب اليمني بأكمله، وبإذن الله إن هذه المشاورات ستنجح، ما لم فنحن جاهزون 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 بإذن الله، مستعدون للسلم، وإن أرادوا الحرب فنحن لهم.